دي ممثله زاده ومعرسه بهشام رستم. والعباد ولاو نساو انك انت سناء الزين وليت مدام هشام رستم، ويظهر لي العلاقه نتاعكم الاول ما كانتش سهله هكا ولا لا؟ الحكايه ما كانتش سهله من الاول، فيو لا ديفيرونس داج وجوجمون، يا يو مي بارون كي ايتي كونتر او ديبي، ظهر لي معناها مجتمع كله تونسي مسنس بيه هو اكتور ويدفع يتعدى في تلفزه دونك نتاع الناس الكل. كان مش عندي ما نقول وعلى شابي راهو واحد اثنين ثلاثه والرابع في الثانيه راهو ما فماش هكا ولا لا؟ قول له بارك الله فيك سي علي. انا ريت اربع صغيرات الكبير الكبير الكبير، ريت توا فين الراها؟ الراها في لوجين ويقين وساجده. قلت لها عندك حل من الاثنين، يا تجي يا انا راني باش نجي نتفركس فيك نلقاك نخرجك حتى من كرش حوته ونجيبك نجيبك على الرجل. وقتها هذاك مونسول بروجي في الدنيا انه مريم يلزمها ترجع، معناتها لازمنا نداوم بعضنا، سينو ما عادش فما قو في الحياه، شو باش يعيش اخر العبد معناتها. بو محمد علي قال كلمه ياسر خشينه، معناتها قال هذيك عينين ولدي فريمون محليه الكلمه. اون فوا بيان كافيك لو كور، ليسونسييل ايت انفيزيبل باغ لي زيور. نجم نسكر حلقه انا. نجم كل اللي عطيتك على خير.